بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الله محمد وال محمد. جاء في كتاب الجوهر المنضد للعلامة الشيخ محمد علي الغروي قدس سره أن هذه المعجزة حصلت في الثامن من جماد الثانية سنة 1359 للهجرة يوم الأحد في النجف الأشرف وهي: إن شاباً اسمه الحسين ابن الشيخ محمد مبتلى بالشلل في رجليه قد آيسته العلاجات وأعيت علته الأطباء فأشاروا عليه بالتوجه إلى بغداد ودخول المستشفى لعل هنالك يجد أمنيته عند الأطباء في بغداد ولكنه كان ذا عسرة قليل المال لا يجد ما يستعين به على المضي إلى بغداد وكذلك يشعر باليأس من النتيجة دخل الحرم القدسي لامير المؤمنين علي عليه السلام في اليوم المذكور قريبا من صلاه الظهر نظر الى مرقد الامام علي عليه السلام توجه الى شباك الامام علي عليه السلام ونادى باعلى صوته يا امير المؤمنين يا علي بن ابي طالب اين يذهب الفقراء يا مولاي اين يذهب الذين لا يملكون مالا لعلاجهم اين يذهب الذين لا شفاء لهم عند الاطباء وبث له شكواه ومصير امره فلم يمكث الا هنيه يسيره حتى عاجله الامام علي عليه السلام بالشفاء وخرج سالما وراه الناس في الحالتين عندما دخل مشلولا وعندما خرج واقفا على قدميه وعم البشر في ضريح الإمام علي عليه السلام وانتشر الخبر في النجف الأشرف وفي أوساط العلماء فبعثوا له وأكرموه وقص لهم حكايته بأكملها. أيامكم سعيدة بولادة المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نحن وإياكم لتهنئة رسول الله وتهنئه فاطمه والحسن والحسين وليمه من ذريتهم سلام الله عليهم اجمعين بهذه الولاده الميمونه برنامج صباحات ولائيه امين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام